ما معنى اسم نوح؟ واسم علم مذكر وهو من أسماء الأولاد السامية ذات الأصل العربي، وهو جمع نائحة أي البكاء والصراخ بصوت عال على فقد شيء غال وعزيز، ويأتي بمعنى آخر وهو الراحة والهدوء والسكينة، فهو من الأسماء قليلة الانتشار رغم أنه من أسماء الأنبياء. اسم نوح اسم عربي ومن أسماء الأنبياء، وقد أفرد الله سبحانه سورة كاملة باسم نوح، وقد ورد اسم نوح في الكثير من المواضع في آيات الذكر الحكيم. فقد قال الحق عز وجل في محكم التنزيل في سورة النساء من الآية 163: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زابورا. لذلك فهو من الأسماء التي لا يوجد فيها أي تحريم من جانب علماء الدين الإسلامي. تختلف الكثير من الصفات في أصحاب الاسم الواحد، وقد وجدنا أن أصحاب اسم نوح يتسمون بطيبة القلب والحنان والرقة والشجاعة والصبر والإقدام والشهامة، ويمتلكون الكثير من السمات الطيبة. فحامل اسم نوح شخص يتسم بالذكاء الحاد وحسن التصرف، ويتضح هذا في الكثير من المواقف والأمور. يتسم بالنشاط والحيوية، يمارس الكثير من الرياضة ويحافظ على تناسق جسده وصحته. هو شخص طيب يمد يد العون والمساعدة للكثير من الناس، ومن يحتاجه يجده بجواره دائما. هو شخص فنان بارع في الرسم والعزف على بعض الآلات الموسيقية.